هذا هو الماكله ديالو اللي كدير كل شيء العضلات هذا هو اللي كاع كدير ديك الساعه حسن المغرب تروح ديما مغرب انا مغربي يعطينا بالهضره هضر كم نزيد هذا هو يسعد فيلمي وهذا يصور انا كتفيلمي تا هو كيفي احنا مع الابطال وديما غيبقاو ابطال وديما مغرب وان شاء الله تاهلوا للمونديال ديال 2014 صافي فيف لو غوادو محمد السيس فيف محمد السيس عايد عايد وياسين ياسين البروشام ان شاء الله مع من انا اليوم الا تلاقيت مع فرانك وورن هذاك الاكبر بروموتر في الانجليز قلت لهم باش على غتكون في سبتمبر وانا ناوي غادي نهبط للمغرب ونلعب كومبا في المغرب والطرف المغربي ومع الجمهور المغربي ان شاء الله هذيك اللي غادي ان شاء الله سمعت في الجيم باغي تلعب مع امير خان امير خان هذاك اللي جداتو احنا معنا هذيك غادي تكون هذيك دابا تكون فرحه هذوك فرحه مغربي بطل وفرحه مغربي غادي وعندنا مع اولمبيات لندن 2012 قرب شوي محمد قرب شويه هنا لا هو صافي قبالك يا رشيد طلع الفوق شويه قبالك يا رشيد صافي انا شاد شد كاين معايا ياسين عامله تاجه محمد درتيها من الفيديو اه الله اش كتقول اخويا محمد شحال ربحوا المغرب شحال قولها بالانجليز واحد لا تقول بالانجليزيه فور شحال ما تشمروا فور بالبريطانيه كتقولها الله والله الريسار وهذا كل شيء ديما مغرب والمغرب تنموت وديما المغاربه والمغاربه حرين المغاربة تنموت صح وديما الغلب من هنا حتى المونديال ديال 2014 ونلعبوا الفينال ان شاء الله ان شاء الله والناس ديال لندن الله يعمرها دار الله يعمرها دار راه فرحانين بالمغرب وراح يتربحوا المغرب راه كلهم فرحانين وتيقولوا عاش الملك وديما الملك